إبراهيم إدارة قوات الأمن. عندنا افتتاحات في الطرق وعندنا افتتاحات حاجات تخص الشباب وان شاء الله حاجات صناعية قطاع خاص وحاجات تخص الدولة ان شاء الله في حاجات كتير ان شاء الله مع الوقت ان شاء الله هنتم الافتتاحات باذن الله. طبعا ده هدف وبس الاستثمارات عشان تنطلق بتحتاج لازم اسس وقواعد ويبقى في دراسات واحنا الحمد لله ماشيين في الطريق وهتشهد حركة كويسة وهتشهد الناس الإنجاز بيبقى على أرض الواقع الناس بتحس بيه إن شاء الله بإذن الله. جندي المجهول لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري تذكيرا وتخليدا لشهداء مصر الأبطال الذين ضحوا من أجل مصر على مدار التاريخ وضمن احتفالات العيد القومي لمحافظة بني سويف. والحمد لله العيد العام يأتي وسط يعني استقرار للبلد واستقرار للأمن والحمد لله بدأت الأمور تهدى وبدأت تظهر المشاريع القومية الكبرى التي دشنها رئيس الجمهورية وإحنا العام الحمد لله أكثر استقرارا وسعادة وأمنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد على مصر هذه الأعياد وهي في قمة المجد والرقي والازدهار بتكاتفنا جميعا خلف قيادتنا الرشيدة. بالمناسبة دي عيد بني سويف القومي وبنتذكر فيه انتصارات الشعب وازاي وقف وقفة جامدة والشعب بني سويفي بصفة عامة دايما وقفاته مشرفة يعني دايما متكاتفين مع بعض ومفيش عندنا فرق بين مسيح ومسلم احنا كلنا اخوات ودايما حبايبي المشايخ وبنفتخر بيهم في كل مكان وما بنقعد في أي حتة بنحس إن احنا مصريين وده برضو تعلمناه من التاريخ وتعلمناه من الرئيس دايما يقول أنا مصري وما بيعمل حاجة بيعملها وهو يعني قلبه تقيل وعارف إنه